في كلمة استوى، يمكن مثال استوى أقرب. يقولون أنتم تؤولون استوى بقهره، فإذا أولتم استوى بقهره فقد عطلتم صفة الاستواء. هل قلتم استوى كما أخبر؟ المشبه ماذا يقولون؟ يقولون استوى حقيقة. ماذا يفهمون من هذه العبارة؟ يفهمون أنه استقر حقيقة، هكذا يفهمون. لكن هم لا يلقونها أول الأمر إلى الناس، يخبئونها حتى إذا تمكن المريد عندهم صاروا يشربونه التشبيه فيها حتى يستخرجوه مشبها كاملا. لكن نحن إذا قلنا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالاستواء حقيقة، نحن نعتقد هذا حق، نعتقد أن هذا حق. الله وصف نفسه بالاستواء، هذا حقيقة أنه جاء في القرآن الكريم وصف الله بالاستواء. لنا في هذا مذاهب، أننا نقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، ولنا أن نقول إن الاستواء صفة لله تعالى، آمنا بالله على مراد الله لك. لكن الذي يقول الاستواء هو القهر، والله تعالى وصف نفسه بالقهر، واللغة العربية تأتي كلمة استوى بمعنى قهر تأتي. فإذا أنا فسرت أو أولت أو نقلت هذا اللفظ إلى المعنى الذي يحتمله وهو القهر، فلا أكون قد ارتكبت إيش جرما، ولا أكون قد ارتكبت مخالفة. يقولون لا، أنت حينما تقول الاستواء هنا معناه القهر، الله موصوف بالقهر بس موصوف بالاستواء، فإذا قلت الاستواء هو القهر فقد عطلت ربك عن صفة الاستواء. الرد على ذلك أنه من الصفات ما جاء بلفظين على المعنى الواحد، هو القوي المتين، ربنا هو القوي المتين، وربنا عز وجل هو القادر. أليس فسرت القوة بمعنى القدرة؟ هذا وارد. أكثر من هذا الذي هذا فيما بيننا، أما فيما يلزمهم تقولون لهم الله وصف نفسه بأنه سميع بصير، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال الله تعالى في سورة طه إنني معكما أسمع الرؤيا أم البصر؟ هم يقولون لله صفة اسم الرؤيا ولله صفة اسم البصر، أم يجدون لا عادة الرأى يعني البصر؟ كيف استساغوا هذا ولم يستسيغوا تلك؟ لما لا نقول لهم أنتم عطلتم حينما قلتم مع الرؤيا معناها البصر؟ يقولون لا، الرؤيا في العربية معناها البصر، ونقول لهم الاستواء في العربية معناه القهر. وإلا إذا ألزمونا ذلك فقد التزموا أن كلمة رأى هي صفة لله تعالى غير البصر، فيعدون على الله صفة السمع والبصر والرؤية ولا ينكرون شيئا من هذا، ويجعلون البصر صفة والرؤية صفة. وعلى حقيقتهم ماذا يفعلون بأنفسهم ومن علموهم من التشبيه، لأن الذي انعقد في قلوب المشبهة أنهم حينما يقولون البصر يكاد أحدهم يشير إلى عينه، إلى هذا البصر الذي يتحصل في العين الذي يحتاج إلى هذا الضوء بين المبصر والمبصر، ويحتاج إلى قرب مسافة وما إلى ذلك. فإذا قالوا الرؤية أين يذهب تفكيرهم؟ هذا يوقعهم في حيرة. فكما ترادف في لغة العرب بين الرؤية والبصر وصح أن نقول إن الرؤية هي البصر، كذلك تقبل اللغة العربية، وجاء في شرع الله تبارك وتعالى
فلذلك نجري كما أجريتم السمع والبصر والرؤية، نجري على ذلك الاستواء والقهر، فهما صفة بلفظين واردتين. وإلا الأشاعرة لا ينكرون على من قال الله تعالى استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. نحن على دين هؤلاء، نحن على دين أحمد بن حنبل، نحن على دين الإمام الشافعي. آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله. لكن هم حينما أرادوا إلزامنا التشبيه، العلماء يعني فصلوا في التأويل أكثر، فصلوا في التأويل أكثر، لأنهم صاروا يريدون على أمة محمد، يريدون عليها ماذا؟ الآيات التي يعني توهم ظاهرها، يوهم التشبيه. إذا جلست بين يديه يحفظها كلها ويريدها عليك واحدة بعد واحدة، ولا أدري كيف يخرج الجاهل من بين أيديهم. وهذه ينكرونها. إذا قلت لهم التي ظاهرها التشبيه أو التي ظاهرها يوهم التشبيه، يقولون لك في كتاب الله ما يوهم التشبيه. أعوذ بالله العامي، لو سمعك، لو كنت بين العامة وهو قال أنت قلت إن في كتاب الله تعالى ما ظاهره يوهم التشبيه وأنكرها عليك أمام العامي، يمكن العامي يضربك، مثل الذي يعرف بالنحو وكان يمشي في جنازة، فمر إلى جانبه رجل قال له من المتوفي؟ فقال الله. يعرف هذا، يفهم باللغة. سأله من المتوفي؟ فقال له الله، لأن الذي يتوفى الأنفس هو الله. فأخذته النعال. يعني هو كلامه صحيح، يقال عن الميت متوفى، ويقال عن الله متوفي. وذاك سأله قال له من المتوفي؟ فقال له الله. فأخذته النعال. لو كان على الحق ينبغي أن يعرف من يخاطب وكيف يخاطب، ليقل له الذي مات فلان، حتى لا يقول له المتوفي فلان، هو الله الذي يتوفى الأنفس. فأنت لو قال لك المشبه أفي كتاب الله ما ظاهره يوهم التشبيه، يعني أنت تقول الله أكبر، بماذا أجيب؟ نعم، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوهم التشبيه، ونصوص الشرع قد توهم يعني قد يوهم ظاهرها خلاف الحق، قد يوهم. وهذا فتنة للناس حتى يعني يسلكوا طريق العلم ويعرفوا. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب. شو من حوسب عذب؟ قالت يا رسول الله فما قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. لماذا سألت عائشة؟ هل عندها في نفسها شك في أن يعني شكت برسول الله أنه يقول بخلاف القرآن؟ لا، لكن مرادها أنها يا رسول الله ارفع لي الإشكال، يعني كيف أوفق بين هذا الكلام وبين الآية؟ يعني هذا الكلام ظاهره يوهم خلاف الآية، والرسول لا يخالف الآيات. فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى التأويل المحمدي للحديث والقرآن، فقال لها إنما ذلك العرض يا عائشة، أول الحساب اليسير في القرآن بإيش؟ بالعرض، من قول ها أم وما بعده، ها أم اقرأوا كتابية، هذا العرض. قال إنما ذلك العرض يا عائشة، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن أول الآية بالعرض، وأول كلامه بالمناقشة. لماذا سألته عائشة؟
لأن ظاهر كلام النبي خالف ظاهر الآية، فهي بحثت عن أيش؟ بحثت عن رفع الإشكال، يعني بحثت عن التأويل، يعني بحثت عن التأويل، والنبي أول لها. لذلك التأويل وارد في ديننا، وكذلك أن تكون الصفة لها لفظان في كتاب الله تعالى كذلك وارد. الصفة الواحدة يطلق عليها الله سبحانه وتعالى، له المشيئة أي الإرادة، ما هيك؟ الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه العدل، وجاء في الحديث إن ربي، وبالقرآن إن ربي على صراط أوله بالعدل، إن ربي على صراط مستقيم أوله بالعدل. لذلك قد تأتي الصفة الواحدة باللفظين، والدليل يكون واحد. الخلق، كم أتت كلمة الخلق بمعنى في القرآن؟ الإنشاء، البرء، وما إلى ذلك. نعم.